علاش مدمنا اطفال كيموتوا كل نهار والناس كتشوف؟ علاش علاش خطاو عليهم كامل نهار؟ حتى واحد ما قدر يهضر. واش المعبر ما غيتفتح شي؟ واش ديك الناس اللي كيستاجدوا باش هم منا هذوك دمنا وخوتنا؟ راه حنا بغينا نعاونوهم فتحوا لنا الحدود احنا نمشيو. علاش انا بغيت نعرف هاد الكلمه اللي باغا ما تدخلنيش لهنا؟ علاش العرب ما كيهضروش؟ علاش ابو عبيده هي ما يخاطب فيهم غزاويا؟ واش الاطفال في غزه كيخرجوا قدام التلفازه كيطلبوا منكم عيشوا رباط الماء؟ شربات الماء ما كايناش، الماكله ما كايناش، الادويه ما كايناش، المستشفى المستشفيات كاملين تدمروا. واحد اللي باقي واحد اللي باقي قريب يتشاد حيت ما بقاش عندهم لا ضوء لا كهرباء لا حتى شي حاجه. الاطباء استشهدوا، المساعدين استشهدوا، صحفيين حتى صحفيين قتلوهم. حنا بغينا تفتح الحدود، حنا بغينا بعيد عليها دائما مساندة الشعب الفلسطيني، مساندة هاد القوى الحية اللي كتدافع على واحد الشعب اللي هو أعزل، واحد الشعب اللي بقى 16 سنة ولا 17 سنة وهو مقهور ومحروم من جميع الحقوق ديالو، والآن العالم بأسره كيشوف هاد الشعب هذا كيتدمر وكيتحرم من جميع الأمور، من الكهرباء ومن الماء ومن الأكل، والعالم يتواضع وكيشوفه. اليوم ساكنة طنجة كتندد بكل ما هو مجازر صهيونية، كتندد بهذه الإبادة الإنسانية، واحد الشعب اللي هو أعزل لما عنده حتى شي إمكانيات، وكتندد بالمجتمع الأوروبي خاصة والقوى الصهيونية اللي كتحالف مع أمريكا ضد واحد الشعب اللي هو أعزل ما عنده حتى شي إمكانية ديال النضال. فطنجة تستجيب للمقاومة وكتساند أي مقاومة تدافع عن فلسطين. انصتوا إلى الشعب، انصتوا إلى الشعب، فإذا كان رمز الكيان مصيره الموت.